تواصل الملاكات الطبية والخدمية في مستشفى أبي غريب استعداداتها لاستقبال الحالات المختلفة من المصابين بفيروس كورونا بعد أن سجل القضاء ارتفاعا في عدد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بالشروط الصحية. منطقة أبو غريب يعني بالبداية كانت إصابات قليلة، بالفترة الأخيرة أو أنا أعتقد يعني عدم الوعي من قبل المواطنين والعدم الالتزام بالحظر اللي موجود كان، وعدم يعني الحقيقة إقامة تجمعات والحضور بالتجمعات أدى إلى زيادة أكثر من الطبيعي بالفترة الأخيرة. نحاول حتى المرضى اللي يأتون إلى الطوارئ أو إلى كافة الردهات أنه نخليهم يلتزمون بكافة الإجراءات الصحية، ويكون المسافات متباعدة بينهم من ناحية الكمامات أو الجفوف أو قدر الإمكان. ويستقبل المستشفى المشتبه بهم من المصابين بعد التأكد من نتائج التحليل المختبر ناهيك عن إعطاء المريض البروتوكول العلاجي، ومن ثم إحالته إلى أقرب مستشفى خاص بالعزل. احنا مجتمعنا هو اجتماعي، ما تقدر تفرض عليه الأشياء هاي، بس يعني ظرف انه خلانا لازم نلتزم بهالأشياء هذه. والحمد لله والشكر يعني مستمرين بالدوام، الأطباء كلهم دا يتناوبون هنا على ردهات العزل. مدى صادفنا حالة تعبانة دا نخابر على عمليات بغداد والاستجابة كل السريعة. أكو ناس تريد هي تريد حالة أو لا، توافق لما توافق تطيها الدكتورة تقول لها توافق أو ما توافق، أما يروحون أما ما يروحون يوافقون يطلعون للبيت. التوعية واتباع الإرشادات في المدن والقرى والأرياف وحدها لا تكفي من غير الالتزام بها والشعور بالمسؤولية. إجراءات سريعة ووقائية تتبعها المستشفيات في الأقضية والنواحي تحتاج إلى أعلى درجات التوعية لتقليل الإصابة بين المواطنين من فيروس كورونا. من داخل مستشفى أبي غريب في بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.